الحين يلا يا شيف نسوي وصفة الدجاج. يعني تشيكن. هلا دائما الدجاج فيه مشكلتين كثير اساسيين، انه يكون ناشف وانه يكون مزنخ. فهدول الشغلتين لا، هذه مشكلتين كبار يعني بالضبط. فاغلب الناس ما بتحب تاكل دجاج، بيكون مشكلتهم انه ما بيتحملوا تكون ناشفه معاهم. وفي كثير ناس عندهم حساسيه من انه اوف طلع الدجاج اليوم مزنخ او فيه طعمه زنخه. فانا دائما يمكن بعيد هاي المعلومه، بس هي فعلا كثير كثير مهمه، انه الدجاج لما بنجيبها كامله، لما بدنا نعتني فيها او يعني نحضرها للاكل، ما نغسلها بالمي. المي دائما بتنقل سالمونيلا على الدجاج كله، بيعطي زنخه. فافضل طريقه هي انه نفركها بشوي من الطحين والملح، الخل، الليمون، اي شيء بس نفرك فيه حتى تروح منا الزفاره او اي شيء مزعج. بعدين طريقه الفركه مهمه، يعني لازم المبدأ. لازم مساج على الدجاج وكذا عشان تطلع طيبه وسوفت، صح؟ اوكي. طيب هي اول شغله اللي هي تحضير الدجاج انه يكون نظيف. شغله ثانيه كثير مهمه، لما بدنا نحن بعد ما نفركه مثلا بالليمون او حطينا عليه خل او ملح، نستعمل ورق يعني نظيف، بس مثل كانه هيك بنعمل له تابينج، يعني هذا تكمله المساج. اوكي اوكي. بدك تنشفي الدجاج التغذيه الدليليه. والله حتى في المساج ما يعملوا لنا كذا على الاويل. لا لا، اذا بدنا دجاجه طيبه بنعملها هيك. اوكي. بعد ما هيك بنشفها بنشيل عنا اي سوائل، هيك بنكون تاكدنا انه التشيكن جاهز انه ياخذ الطعم، ياخذ البهارات اللي حنحطها عليه او زيت الزيتون، وبنفس الوقت ما يطلع نكهة الدجاج غير مستحبة. طيب هلا نحن حنحضر خلطة لنحطها على الدجاج نتبل فيه. وبنفس الوقت انا من الناس اللي كثير بحب البرتقال والروزماري، اكليل الجبل مع طعمة الدجاج. بصراحة شيف، يعني هو في الطبق دحين شكله جاهز انه يدخل الفرن، يعني ما لسه ما يبغى. شيف معاملة رسمية صار. لا انه شوف من جد شكله كيف مرتب ومقطع على جنب البرتقال، يعني هي بتخليكي مشتهية عليها. هلا في عندنا طريقتين، فينا نحن نقطع الدجاج الاورنج البرتقال ونحطه بقلب يعني بقلب بطن الدجاج حتى تعطي تعطر التشيكن نفسه، او فينا نحطها كيك طبقات حواليها. انا صراحه من الناس اللي بحب احشي البرتقال من جوا والاكليل الجبل من جوا، وحط خلطه بهارات من برا. برتقال جديد علي على فكره، عاده ليمون يحطه. ممكن ليمون وممكن برتقال، بس انا حتى اليوم حاستعمل برش البرتقال بشوي مع خلطه الرز. ما بتعطي طعم كثير قوي او كثير واضح، بس لسعه كده، لسعه بتعطر يعني. طيب هلا حنبدا اول شيء بخلطه البهارات. انا دائما اذا بدي احط تتبيله على السمك، على اللحم، اي شيء، بحب اخلط البهارات كلها على جنب بعدين بنوزعها حتى ما يطلع لك جزء مالح جزء مو مالح. عندي هون خلطه بهارات اللي هي فيها بابريكا، فيها شوي من الثوم الناشف، يعني خلينا نقول خلطه مو المكسيكيه، خلطه تتبيل الدجاج. أوكي. اذا بدنا نحن نعرف تفاصيلها، هي فيها شويه كمون، فيها كزبره ناشفه، فيها بابريكا. فينا نحط فيها مثلا اذا بدنا حار فينا نزيد شويه حار عليها كمان، بس انا هون حابه ازيد له عليها السبايسي. شويه سكر ما بياثر على الطعم، وما أوكي. تخافوا من كل هاي سكر بني. سكر بني بس بيعطي لون، لما بعدين بنحطه على جلد الدجاج بيعطي لون احمر، يعني بصير محمر اكثر. وحضيف شويه صويا صوص. هلا الصويا صوص والسكر ما حيغيروا ابدا الطعم، ما حيطلع معنا طعمته صيني. فهون بس كنت حقول يعني هو مكسيكي ولا صيني أبداً. ولا ايش وضعه؟ بنعطي احنا طعمات الصويا صوص، حيعطينا شويه ملوحه. أوكي. البهارات المشكله هون اللي خلينا نقول قريبه للبهارات المكسيكيه، حتعطينا الطعم، الحراره، الكمون، هي النكهات الواضحه. ومثل ما شفتي ساره، مع شويه زيت زيتون صار عندي شيء مثل المعجون، يعني ما بنحتاج تكون الخلطه لا ناشفه كثير ولا انه سائله على طول اول ما نحطها على الدجاج هيك تسيح منها. فهلا شو بعمل؟ حجيب حبيبتنا الدجاج بعد ما اهتمينا فيها وغنجناها، نجيب لها الشاهي دحين ولا حبلش؟ لا هلا هون صحن فواكه يعني. يلا، من متى اصلا ما سوينا مساج احنا؟ من زمان والله. انا لا نسيت ايش يعني. اكشلي تعرف اشتريت، على قول تكلمنا عن جف اليوم بما انه غني، اكيد غني لانه بنشتري منه كل شيء، مسدس المساج. فكل ما اروح البيت اقعد. لا طب تعي اخبرك قصه. انا بعد برنامج رمضان قلت لا هلا انت تهتمي بنفسك وسلف لاف، واحنا لازم نحب نفسنا. خلص انا حروح اعمل مساج، اصلا جسمي كثير بحتاج هذا. والله صار قد ما انا تعودت على الحركه والستريس، رحت على المساج قلت له، قالوا لي ممكن بسرعه ساعه ولا ساعه ونص؟ قلت لا ساعه ونص، وانا اليوم سلف لاف وبحب نفسي. بعد ما عدت ثلث ساعه صرت انا طب يلا انه كم باقي لو سمحتي يلا. فعن جد يمكن احيانا حتى الهدوء بيكون صعب علينا. طيب هلا لنرجع للتشيكن. انا عندي هون البرتقال اللي قطعته، حنحطهم حجيبه لهون، وحنحط بقلب التشيكن بهالطريقه هي على قد ما بتتحمل يعني.
في مثل ما قلنا بالاخير بس حتعطر الهاي نضغطهم هيك. فينا نستعمل نرجع روزماري كمان نحط بقلبها روزماري، او فينا نحط الروزماري حواليها. انا حاستعمله حتى مع الخضار. ولو ما في فريش ينفع البهارات الناشفه صح؟ اي شيء اي شيء صراحه. انا الروزماري بنصح انه جربوا بلشوا زرعوه، موجود عندكم بيعيش بالصيف وبالشتاء. هو من الاعشاب اللي لانه سميك الجزر تبعه فبيتحمل. برا ولا جوا يعني؟ بالشتاء برا، بالصيف جوا بس عند الشباك. اوكي. يعني انا ما كثير شاطره بالزراعه صراحه، بس هي الطريقه الوحيده اللي سيبي لي وحده روح ازرع اليوم. صح. اوكي هلا حاخذ هاي الخلطه وحنبلش ندهن فيها التشيكن من كل مكان. فينا نرجع نزيد عليها شويه زيت زيتون اكثر، بس هي اهم شيء انه اول خلطه من المعجون تكون متوزعه بهالشكل هذا، وبعدين نتاكد انه عم تدخل على كل مكان، حتى من الجهه الثانيه نفس الشيء. طبعا هون هذا الظهر، الظهر هو اللي ما فيه لحم كثير، فاحنا لازم نركز اكثر شيء على الصدر، وفينا نحط حتى بين بين الجلد واللحم. شايفه كيف لما عملت هون مثل بوكيت او جيب صغير؟ ما ينفع اشيل الجلد يعني لو ناس ما تحب. لا صراحه للشوي اذا بدنا نعمل روست تشيكن بيطلع معنا ناشف. صعب. اذا بدنا نستعمل صدور دجاج ممكن نستعملها بدون جلد وبدون عظم، بس بنفس الوقت حتنشف معنا. فيعني اذا الحين فهمت ليش كل الدجاج اللي اسويه انا ناشف بدون جلد ما بيزبط معنا. هلا انا طبعا كمان عندي هون مجموعه خضره رح اقسمها واحاول اخبركم عنها، بس اول شيء خليني بلش اخبركم عن الرز او الطبق جانبي. هو يعني انا بحب صراحه دجاج وخضره ورز، بحس انه هيك طبق متكامل. صح. اليوم لحتى هيك اعطي فكره جديده حبلش اعمل الرز، عم بسمي الرز بسمتي او رز حبه طويله، مع بصل احمر وحضيف عليهم شويه عدس، وممكن نضيف عليهم شبت او كزبره او هيك نكهه. انت خلص علمتيني على الشبت على فكره، حبيته هذا شيء جديد. اوكي هلا نحن حنقلي البصل شوي، بس بما انه البصل حيكون له دور اساسي بوصفه الرز بدي اياه شوي يدبل، يعني يصير لونه على بني او على ذهبي. بهالوقت هذا عبال ما هو يتحمر اكثر فيني بلش حضر الخضره. هلا خلينا نكمل على موضوع الدجاج حتى نوصل للمرحله. نحن بعد ما نظفناه وبعد ما نشفناه تماما حطيت عليه خلطه البهارات هاي المشكله. انا بحب ضيف شويه زيت زيتون كمان. اوكي هلا لازم نحط تحت الدجاج حتى نحميه، مثلا فينا نقطع بطاطا، فينا نقطع بصل، فينا نحط كرات، فينا بتعرفوا هذا الجزء من الجزر اللي احنا عاده بنرميه. أيه. ممكن نحطهم كلهم تحت الدجاج بس لحتى يحميها ما تحترق معنا. بده يكون الفرن حامي على وسط لعالي، يعني بده يكون مثلا 250 او 270 الحراره، وبنغطي الدجاج بشكل كامل لحتى بخاره يخليها تصير قطره معنا. ففي طريقتين، في طرق انه نحن بنحمر الدجاج بدون ما نحط عليها الومنيوم او فويل القصدير، او ممكن نخليها اذا بدنا نحط معها خضار نغطيها بشكل كامل تطلع شوي قطره. اوكي يعني اكيد نغطيها. اوكي فهلا صار هون البصل صار محمر، ححط عليه العدس، العدس الاخضر اللي بنعمله للمجدره، يعني ما عم حط كميه كثير كبيره لحتى ما تصير عن جد مجدره. بس ححمصه شوي مع البصل وبعدين حضيف عليهم المي. انا عاده بحمص الرز معاها بس انا لا، حخلي العدس حتى يستوي اكثر، فحضيف عليهم كوب من المي. اوكي لحتى اتركهم يغلوا على النار وبعدين تضيف الرز. ايوه بالضبط، بس هيك اتركهم 10 دقائق حتى يستوي العدس معنا ما يطلع ناشف. بنضيف عليهم الرز بعد شوي. انا بهذا الوقت اكيد حكون بلشت حضرت الخضره، صينيه الخضار، في عندي البطاطا، الكوسه، جزر. اليوم لقيت في توم بالسوق جاي من لبنان. اوكي انا دائما بحب هي المنتجات البلديه اللي بسموها اللي هي بتكون فعلا من المزرعه، فطلعت قلت والله عن جد شكله غير، شوفي كيف بيكون هيك احمر وحبات التوم اللي بقلبها صغيره. فاليوم حنعمل صينيه خضار بتوم لبناني مع طبعا المكونات كلها الموجوده. تتبيله الخضار ايش حتكون؟ رح احط عليها ملح وفلفل اسود، ورح استعمل من هاي الخلطه اللي استعملناها في البدايه بس ما حكتر كثير، وبدي احط كميه زيت زيتون. يعني بس حتقصيها وتحطي هذه البهارات وفي الفرن بالضبط. هلا انا حورجيكم بعد شوي كمان اكيد بعد ما تكون تحمرت. خلاص.